في البيت ده؟ حد يرمي الحاجة على الأرض كده؟ اتفضل لم الحاجة وبعد كده ابقى اتفرج على التلفزيون واشوف اتنين تعمل ايه؟ مش معقول كل مرة تيجي تبهدل الدنيا بالمنظر ده. دي مش عيشة، دي ما ينفعش كده أبدا. ايه الجنان اللي أنا عايشة فيه ده؟ كلهم بيضايقوني، صحابي بيرخموا عليا، الميس بتزعلي لما بنسى الكتاب. في ايه يعني لما انسى الكتاب مرة؟ حتى في البيت على طول أوامر وطلبات، بيعصبوني ويضايقوني ويرجعوا يقولوا عليا في الآخر إن أنا مجنون ومش طبيعي. طب هو أنا فعلا مجنون ومش طبيعي؟ طب المفروض لما اللي حواليا يضايقوني أعمل إيه؟ يا ترى بتعمل إيه لما بتتضايق؟ يا ترى بتقدر إن أنت فعلا تمسك أعصابك، تتحكم في كل مشاعرك؟ عشان كده بتطلب من ابنك ان هو يعمل كده؟ يا ترى بتاخد وقت وانت غضبان ان انت تدخل لوحدك في حتة علشان ما تأثرش على اللي حواليك؟ ولا اغلب الوقت احنا بنحط اعذار لنفسنا علشان انا مشدود وعشان انا تعبان وعلشان انا راجع من الشغل مش مستحمل، وبتوقع من ابني انه لا هو لازم يكون عنده ضبط نفس، وعيب لما تعمل كده، وزعق فيه وابتدي اتخانق معاه ان هو ردود فعله عصبية. الحقيقة انه العيال بيتعلموا مننا مش من كلامنا لكن من افعالنا، ولو احنا ما تعلمناش كأهالي ان احنا نضبط نفسنا فعلا ونديهم مفاتيح يعرفوا يعملوا بيها، ما تتوقعيش من ابنك ان هو ما يتعصبش لما يتضايق او لما اللي حواليه يعملوا حاجات ممكن تخليه بيعمل رد فعل مش مظبوط. انتي محتاجه انك تعلميه بس ردود فعله ازاي تبقى لما تتعصب ولما تتضايق حبيبي، لانه كلنا بنعمل كده وكلنا بنتعرض لدوت. ينفع تدخل الاوضه وتهدى بعد كده نحكي في اللي احنا متضايقين فيه. اتس اوكي، مفيش مشكله ان احنا نكون بنتضايق ونعبر عن العصبيه بتاعتنا، بس ينفع اعبر عنه ازاي؟ هي دي اللي ممكن تعمل مشكله ما يبقاش ليها حل بعد كده. ابعد عن مراتك، ابعد عن ابنك، ادخل اوضتك، اما تهدى ابقى اطلع تاني. بكده ابنك هيتعلم منك يعمل ايه.